وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فما زلنا مع هذه الشعيرة العظيمة التي هي الركن الرابع من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أي العمل أفضل، أو أي الأعمال أحب عند الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أفضل الجهاد حج مبرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لعظم هذه الشعيرة العظيمة، الحج إلى بيت الله الحرام، وغير ذلك من الأحاديث العظيمة الكثيرة التي بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذه العبادة، وهي عبادة القصد إلى بيت الله. ولكن الله تبارك وتعالى، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، قد قيد هذه العبادة بالاستطاعة، لأن كثيرا من المسلمين وهم عندهم في قلوبهم من الشوق إلى بيت الله تبارك وتعالى: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يهوي المؤمن والعبد إلى هذا البيت العظيم وإلى أداء هذه الشعيرة العظيمة، ولكن قد يكون هذا العبد المؤمن المسلم قد يكون فقيرا، أو ليس عنده استطاعة أو مقدرة على أن يحج بيت الله تبارك وتعالى، ليس له من النفقة، من نفقات الحج، ما يصل به إلى أداء هذه الفريضة. ولكن من تيسير هذه الشريعة ومن عظمة هذه الشريعة ومن الخصوصيات التي خص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، وهذا يدل على سعة فضل الله تبارك وتعالى، وعلى أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مرضاة الله فإن الله تبارك وتعالى يسر له سبل الخير ونوع له من أنواع الطاعات. فمن لم يجد النشاط في صلاة النوافل بعد أداء الصلوات الفرض فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له في الجهاد، وبعضهم يفتح الله له في الصيام، وبعضهم يفتح الله له في الحج والعمرة، وبعضهم يفتح الله له في العلم وتعليم الناس، وبعضهم يفتح الله له في غيرها من العبادات من الصدقات والنفقات وغير ذلك. فقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالا من عملها كان له من الأجر مثل الذين حجوا إلى بيت الله الحرام. أول هذه الأحاديث حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه أن النية إذا عقدها المسلم وعزمها أن إذا يسر الله له مالا
أو استطاعة أن يحج بيت الله فحال حائل دون ذلك فإن له أجر الحاج المعتمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يصل يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا ولتصدقت من أفعال الخير. قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعلم أن لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما ولا يتقي ربه تبارك وتعالى فيه، فهذا بشر المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت كما يفعل فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: فهما في الأجر سواء، أي في أصل الأجر دون المضاعفة، لأن ذاك قد زاد عليه بالنفقات وزاد عليه بتعب البدن، فيشتركان في أصل الأجر ولا يشتركان في المثوبة والمضاعفة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كذلك من الأعمال التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد ينال فيها أجر الحاج، لما جاء فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، يحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد، ويفعلون كذا وكذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل إن فعلتموه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتيتم به. قال: فإن لكم من الأجر مثل أجورهم. قال: تكبرون الله دبر كل صلاة 34، وتسبحون 33، وتحمدون 33. فإن هذا الذي فعل هذه العبادات له أجر الحاج إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فعلينا عباد الله أن نجعل هذه النيات عند أداء هذه الأعمال الصالحة حتى ننال هذا الأجر والثواب العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا من هذه الأعمال قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فله مثل أجر الحاج المحرم.
ومن غدا أو قال من خرج إلى سبحة الضحى، أي من خرج إلى بيته ليصلي صلاة الضحى في المسجد لا ينصبه إلا إياها، قال فله أجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. وهذا أيضا من الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان في يومه وليلته، وهو مما افترض الله تبارك وتعالى على العباد. فينبغي أن يتذكر العبد أنه وعند خروجه من بيته يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يخرج إلى صلاة من الصلوات المفروضة إلى المسجد حتى يؤدي هذه الصلاة، أن له أجر الحاج المحرم. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. أيضا مما ورد من الأعمال التي إن فعلها صاحبها نال هذا الأجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، أي من خرج ينوي ويقصد أن يذهب إلى المسجد، لا يغدو إلا ليتعلم خيراً أو يعلمه، فله مثل أجر الحاج تاماً حجه. فإذا خرجت إلى المسجد ووجدت فيه علماً حديثاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آيةً من كتاب الله، أو مسألةً من المسائل الشرعية تتعلمها وترفع بها ما في نفس الإنسان من الجهل، فإن لك بذلك أجر الحاج تاماً حجه. كذلك من الأعمال الصالحة التي بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عملها نال أجر الحج، قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداة في جماعة، أي صلاة الصبح الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل الإنسان من بعض وقته لا ينام بعد صلاة الفجر إذا أداها، يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن أو بأذكار الصباح والمساء أو بعموم الذكر أو بأن يشتغل بالعلم حتى تطلع الشمس وتفوق قدر رمح، ثم يصلي ركعتين لله، فإن له أجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: تامة. أيضا من الأعمال التي إن فات العبد المسلم الحج فتعدل له وتقضي له أجر الحج، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، سأل صحابية من الصحابيات رضي الله عنها، قال لها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان فحج بأحدهما والآخر يسقي لنا زرعا، أو كما قالت رضي الله عنها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة، أي تعادل وتساوي حجة، أو قال: تقضي حجة معي. فهذا كله من الأعمال الصالحة، وقد ذكر أهل العلم غير هذا من الأعمال أو غير هذا من الأعمال من البر ومن الصلة ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، لكن هذه الأعمال التي ذكرناها آنفا هي التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أجر الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار وأن يتقبل الطاعات وأن يضاعف الحسنات. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور،
وقلب مسرور، وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم يا أرحم الراحمين، أنزل علينا الرخاء، وارفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم يا رب العالمين، أبسط الأمن في بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعصم دماءنا ودماء المسلمين، اللهم استرنا واستر عورات المؤمنين يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.